ما معنى الأنفال؟ الأنفال في اللغة هي اسم جمع، والمفرد منه نفل، والمقصود منها الغنائم، والمفرد من الغنائم غنيمة. والأنفال هو اسم سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة مدنية وعدد آياتها 75 آية. أما الأنفال اصطلاحا فهي ما يكسبه المسلمون من الغنائم بعد قتال أعدائهم، وتطلق أيضا على ما ينقله الإمام للبعض من السلب أو غيره بعد توزيع أصل الغنائم أو الأنفال. وسميت الغنائم بالأنفال لأن المسلمون تميزوا بها عن الأمم التي لم تحل لها الغنائم. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال ابن كثير: إن الغنائم تختلف عن الفيء، حيث إن الغنائم هي كل ما يناله المسلمون من أموال الحرب.